خلق طه من نور فيه ترام فيه ترام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sahabat surga. Malam ini anak-anak Tafis yang ada di Masjid Al-Muhajirin sedang melaksanakan pembacaan surah Yasin. Untuk mikrof, kurang-kurang baca saja. Sudah cukup untuk kalian. Ketika kalian duduk di majelis ini, untuk yang sudah baca Al-Quran, saya mohon serius baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى قلوبهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما ينذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أقصيناه في إمام مبين إذ لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءوا